مشاهدينا، ودلوقتي جه الدور على الجندي المجهول صاحبة الفضل بعد ربنا في أداء مروة ومروان. كانت هي دايما اللي بتوجههم عشان يطلعوا الأداء الرائع اللي كلنا شفناه وكلنا فرحنا بيه. هي نفسها ما كانتش تتوقع ان الفيديو يجيب 7 مليون مشاهدة، وقالت لي هي الشهرة عايزة مننا ايه. عشان كده النهاردة خليني ارحب بيها، لان كمان الاستعراض التاني اللي شفتوه بتاع البنات كانت هي صاحبة الفضل ومعاها مس نورة اللي كانت بتسندها وطلعوا الاداء الرائع للبنات. فخلوني ارحب بيها مس مريم، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، منوراني. بنورك. طبعا في البداية لازم احييكي على ان انت قدرتي تطلعي من اطفال اعمارهم لسه ما تكملش 6 سنين الموهبة اللي كلنا فرحنا بيها وكلنا بسطتنا، وخلتنا النهاردة ان احنا نيجي عشان نصور معاهم ونشوف انت عملتي كده ازاي. شكرا ليك. الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، والحمد لله نصيب ان الاولاد الحلوين دلوقتي يطلعوا ومواهبهم دي تظهر لكل الناس. وده اول سؤال يخليني اقولك عملتي كده ازاي، يعني ازاي قدرتي توجهيهم وخدتي وقت قد ايه عشان تطلعوا الاداء الحلو ده؟ احنا بالطبيعة عندنا حفلة سنوية لعيد الام كل سنة، فانا كان نفسي اعمل حاجه رمضان بما انك في فرق شهر بس ما بين عيد الام وما بين الشهر نفسه. فاخترت الاغنيه ورشحت كم ولد وكم بنت، فانا من اول اختيار كان بنت، كان مروه وبعديها كان مروان، والحمد لله لقيت في اداء حلو وتجاوب حلو جدا منهم، مديني حركات حلوه وحافظين الاغنيه وتعبيرات وشهم كانت جميله جدا، فما استمريت معاهم بالتدريب لغايه ما ادوني احسن نتيجه ما شاء الله. وده كلنا لاحظناه وشفناه. وخليني اقولك اشمعنى اختيارك جه على الاغنيه دي بالذات، رغم ان الفنان فؤاد المهندس رحمه الله عليه كان ليه اكتر من اغنيه رمضان، وكان بيشارك الفنانه صباح في اغنيه هم نفسهم يعملوها بتاعت الراجل ده هيجنني، فاختيارك للاغنيه دي كان ليه؟ اولا الاغنيه لذيذه وفيها روح حلوه قوي، كل بيت في الوقت دوت بيشغل اغنيه فؤاد المهندس وشكور مع ابتهالات النقشبندي طبعا وادعيه طبعا، دي حاجات ما تتنسيش طبعا. فالاغنيه دي جميله وانا بحب اسمعها جدا، فانا كان ليا زملاء ليا سبقوني طبعا ان هم عملوا السكتش دوت فعجبني الموضوع، فانا نويتها ان شاء الله ان اعمل السكتش ده السنه دي، وزي ما حضرتك شايفه الاداء والسكتش نفسه ما شاء الله طبعا كلنا شفناه. واختيارك بيكون بناء على ايه؟ يعني ايه اللي وانت قاعده في بيتكم كده ايه اللي بيجي لك؟ بتبقي متخيله الصوره قبل ما تنفذيها على الواقع؟ ده اكيد، ده اكيد. وبعدين انا بختار، اما بختار الولد او البنت بختار احسن حاجه يجيبوها، يعني يدوها لي احسن اداء احسن كلام احسن تعبيرات، فمش اي حد بيبقى في الدور نفسه حقيقي. وعايزه اقول لك طبعا ان اكيد لولا في صبر عندك لولا قدرنا نوصل للنتيجه دي، فازاي بتقدري تتعاملي مع الاطفال بالصبر ده رغم ان هم توجيههم اكيد شيء مش سهل؟ حضرتك ده شغلي وانا اتعودت على كده في كل حاجه، حتى في شغلي في القاعه معاهم في اي انشطه في اي مسابقات لازم يكون عندي صبر كبير عليهم قوي عشان اطلع نتيجه حلوه منهم. ودي طبعا الرساله اللي كنا لازم نقولها، قد ايه مس مريم كان عندها صبر على الاطفال، قدرت تطلع منهم احسن ما عندهم. عايزه اقول لكم ان ده فن هادف، فن راقي، فن قدرت بيه توصل رساله خلي الاطفال يطلعوا احسن ما عندهم ونعرف ان هم جواهم مواهب حقيقيه. يمكن هي قالت لي ان الفيديو في ناس كتير قوي انتقدت انتقادات سلبيه، وهي فعلا مش فاهمه ليه ده حصل، لان احنا ما شفناش اي حاجه مبتذله، احنا شفنا طفل وطفله قدروا يوصلوا لنا معنى جميل جدا في شهر فضيل محدش فينا ما يعرفش الاغنيه دي، ومحدش فينا جزء اساسي من حياته في رمضان انه يسمع اغاني زي دي. فعايزاكي تكلميني على الحكايه دي، ان الانتقادات السلبيه ضايقتك واكيد انت مش فاهمه ده ليه. انا بصراحه اتفاجئت، يعني الفيديو احنا متعودين نسمعه واحنا من صغيرين، يعني انا مش حاجه مألفاها، والولد والبنت ما بيعملوش حركات خارجه ولا في الفاظ خارجه، فكميه تعليقات سلبيه كتير ضايقتني، بس انا ببص لنص الكوبايه مليان، يعني انا بشوف التعليق الحلو وببص بيه جدا. لا ده اكتر من نص الكوبايه، انت كميه التعليقات الايجابيه الحمد لله كانت اكتر بكتير. الحمد لله حقيقي. الحمد لله. كنت متوقعه ان الفيديو يجيب 7 مليون مشاهده؟ ابدا ولا في دماغي ابدا، ده توفيق من عند ربنا. انا كان عامله الفيديو بس يعجب اولياء الامور ويعجب الضيوف في الحفله، ففجاه كده اسبوع اتنين تلاته ما شاء الله لقيته سامع جدا. هو حظ الاولاد الموهوبين دولت هم يطلعوا مع حضرتك، وان انا اقابل حضرتك ويبقى في لقاء ما بيننا. انا اللي محظوظه بيكم بجد ومبسوطه جدا ان جيت شاركتكم الفرحه وشفتها غير كل الناس، الناس كلها شافوا الفيديو، انا شفت الطفل والطفله وصورت معاهم، ودي فعلا فرحه، وكان لازم نظهر دولك لانك انت ليك الدور الاساسي في ان يطلع الاداء ده بالشكل ده. شكرا لك. فانا بشكرك يا مس مريم شكرا جزيلا، وعايزين اكتر، يعني نتمنى منك المزيد، عايزين نشوف كل سنه حاجات مختلفه، وانا معاكم طول الوقت ان شاء الله. شرفتينا، تنورينا، ربنا يخليكي، شرفتينا. We'll be right back.